بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في هذه الحصة نستمر في إلقاء محاضرتنا المتعلقة بمادة المرافق العمومية الكبرى، وهي المحاضرة السادسة، وتتعلق بإنشاء وإلغاء المرافق العمومية ومبادئ سيرها. بالنسبة لإنشاء المرافق العمومية، ينبغي التأكيد على أن إحداث هذه المرافق يعتبر تقييدا للحقوق والحريات الأفراد، ويترتب عنها حرمانهم، يعني أن إنشاء المرافق العمومية يترتب عن حرمان هؤلاء الأفراد من ممارسة بعض الأنشطة التي تتولاها هذه المرافق، وكذلك خضوعهم للشروط التي تفرضها والامتيازات التي تستعملها في إدارة هذه المرافق. كما أن إحداث هذه المرافق يتطلب مبالغ مالية كبيرة حتى تستطيع هذه المرافق أن تقوم وأن تطلع بأدوارها المتعلقة بخدمة أو تقديم خدمات لفائدة المرتفقين. فمسألة إحداث المرافق العمومية يشكل تقييدا لحقوق وحريات المواطنين. لهذا الاعتبار اعتبر الفقه والقضاء بأن إحداث هذه المرافق ينبغي أن يكون بقانون أو بناء على قانون، أي ضرورة تدخل المشرع من أجل إنشاء هذه المرافق العمومية، إما عن طريق نص قانوني، إما عن طريق إصدار قانون لإنشاء المرافق العمومي، أو بطريق غير مباشر عن طريق تسييره من طرف الهيئات المحلية، أو بتخويله هيئات معينة تخويله لهيئات معينة تتولى هذا الإنشاء. هذا الاتجاه انتقده بعض الفقه الفرنسي، وخاصة عندما أثاروا فكرة المرافق العمومية الواقعية أو الفعلية، لأن إحداثها لا يتطلب تدخلا للمشرع، وإنما كيستند إلى مجرد تصريح من الإدارة مقابل التقييد ببعض الشروط. ولكن المبدأ في المغرب، أو المبدأ تغير في فرنسا مع صدور دستور الجمهورية الخامسة لسنة 58، واللي حددت المادة 34 منه لائحة حصرية للأمور التي تقتضي صدور قرار قانون بشأنها، ولكن لم يرد من بينها إنشاء المرافق العمومية ما عدا إشارة إلى صورة المؤسسة العمومية. ومن ثم فإن إحداث المرافق العمومية من الموضوعات التي تندرج في المجال التنظيمي طبقا للمادة 37 من الدستور الفرنسي، ولا يتدخل فيها البرلمان إلا إذا تطلب الأمر الموافقة على اعتمادات مالية جديدة. إذا هذا بالنسبة لفرنسا. بالنسبة للمغرب، كان ميزه ما بين المرافق العمومية الوطنية والمرافق العمومية المحلية أو الترابية. إذا رجعنا بالنسبة للمرافق العمومية الوطنية، وإذا رجعنا للدستور 2011 وبالضبط المادة 71، غادي نلقاوها كتنص على أن مجال القانون، على أن الفصل 71 كيحدد مجال القانون، ويلاحظ غادي نلاحظوا بأن إحداث المرافق العمومية لا يشملها اختصاص القانون، وبالتالي فهي من اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور، اللي كينص على أنه يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.
مع الإشارة هنا أن إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ورد ضمن المجالات التي يختص بها القانون أو يختص بها المشرع في بناء على الفصل 71 أعلاه. من خلال ما سبق كيتبين لنا بأنه المرافق العمومية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية فهذا من اختصاص السلطة التنظيمية أو يدخل في إطار مجال التنظيمي للحكومة. والمرافق العمومية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية هي، قلت أن المرافق العمومية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية تدخل في إطار الفصل 72 من الدستور. لماذا؟ اختصاص، يعني اختصاص تنظيمي، بمعنى أنه أي إحداث ديال هاد المرافق، هاد النوع المرافق يمكن يكون بموجب مرسوم، على اعتبار أن المرافق العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية يتم إحداثها بقانون طبقا للفصل 71 من الدستور، بمعنى أنه لا بد من تدخل السلطة التشريعية من أجل سن أو من أجل سن صدر إصدار قانون يتعلق بإحداث مرفق عمومي ذو شخصية معنوية. هذا على المستوى الوطني. على المستوى المحلي، كنميز وسط هذه المرافق هذه بين المرافق الجهوية والمرافق الإقليمية والمرافق الجماعية. على الصعيد الجهوي عندنا القانون 111 المتعلق بالجهات الذي يسند لمجلس الجهة اختصاص إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها بطبيعة الحال طبقا للقوانين الجاري بها العمل. على الصعيد الإقليمي، المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 112/14 المتعلق بالعمالات والأقانيم أسند لمجلس العمالة أو الإقليم اختصاص إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم، وكذلك تحديد طرق تدبيرها. على الصعيد الجماعي، قانون تنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات أكد وأوكل للمجلس الجماعي صلاحية التداول في إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها. الطرق سواء تعلق الأمر بطرق تدبير المفوض المرافق العامة التابعة للجماعة أو إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأس مالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأس مالها أو تخفيضه أو تفويته، وهذا طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. يرجى كذلك مراجعة المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. دابا الآن هذا فيما يخص إحداث المرافق العمومية. بالنسبة لإلغاء المرافق العمومية، بالنسبة للإلغاء ديال المرافق العمومية، الطريقة باش تم بها إحداث المرافق العمومي هي نفس الطريقة التي ينبغي بها إلغاء المرفق العمومي في إطار قاعدة احترام قاعدة توازي الشكليات. فإلغاء المرافق العمومية هو من اختصاص السلطة التقديرية للإدارة، وهي اللي كتقدر في وقت من الأوقات أن إشباع حاجة عامة لم يعد يقتضي وجود المرافق العمومي. والأصل أن السلطة المختصة بإنشاء المرافق العمومي هي السلطة التي تملك حق إلغائه.
إذا تنشأ المرفق العمومي بقانون هنايا مثلا سيتم إلغاؤه بقانون، وإذا تنشأ من قبل المجلس الجماعي فالمجلس الجماعي كذلك هو المختص بإلغائه، وإذا كان مرفقا جهويا وأحدث من طرف المجلس الجهوي فالمجلس الجهوي هو الذي يقرر إلغاؤه. كذلك الشأن بالنسبة للمرافق العمومية الإقليمية. هذا فيما يخص مبادئ أو لا إنشاء وإلغاء المرافق العمومية. ما هي المبادئ؟ السؤال الآن هو ما هي المبادئ التي تحكم سير المرافق العمومية؟ فالمرافق العمومية، وبالرغم من تباين النظم القانونية التي تحكمها، سواء كانت هذه المرافق إدارية أو الاقتصادية أو المهنية أو الاجتماعية، ورغم اختلاف طرق إدارتها، سواء كانت عن طريق التسيير المباشر، عن طريق المؤسسة العمومية، شركة التنمية المحلية، طريقة تدبير المفوض، أو طريقة المؤسسة العمومية، فكيفما كانت طريقة كذلك تدبيرها، تخضع جميعا باعتبارها مرافق عامة لعدد من المبادئ. وهذه المبادئ تضبط سيرها لتحقيق أهدافها على أحسن وجه، وتعتبر هذه المبادئ الحد الأدنى المشترك بالنسبة لجميع المرافق العمومية. وقد عمل دستور 2011 على تكريس المبادئ الكلاسيكية التي تؤطر المرافق العمومية، ودستر بعض المبادئ الحديثة لتدبير هذه المرافق. الدستور المغربي عمل على تكريس المبادئ الكلاسيكية لسير المرافق العمومية المتعلقة بمبدأ المساواة، مبدأ الاستمرارية، مبدأ التكيف والتعديل أو قابلية المرفق للتغيير والتعديل، والتي تم تكريس دسترتها أو الارتقاء بها إلى مبادئ دستورية لأول مرة. أولا، مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية. مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية يعد مبدأ من المبادئ التي تنص عليها معظم الدساتير وإعلانات حقوق الإنسان، فهذا المبدأ هو استمرار للمبدأ الخالد وهو المساواة بين الجميع في الحقوق والحريات، في الحقوق والواجبات، وهو ما كرسته العديد من الدساتير من بينها الدستور المغربي الذي نص في فصله السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.
الفصل 31 من الدستور كذلك نص على أن الدولة تعمل والمؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل وسائل متاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الحصول على تعليم عصري، التنشئة على تشبث بالهوية المغربية، التكوين المهني، السكن اللائق، الشغل، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة. الفصل 154 كذلك من الدستور نص على أنه يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. إذن المرافق العمومية وهي تقدم هذه تقدم خدماتها وإشباع حاجات الأفراد، ينبغي أن تنضبط إلى عدم التمييز بين الأصل أو اللغة أو الدين أو الانتماء أو الجنس، فهي ملزمة، يعني المرافق العمومية، بمعاملة الأفراد على قدم المساواة، سواء من حيث نوعية الخدمات المقدمة أو من حيث يعني الوظائف التي أو الخدمات التي تقدمها، أو من حيث الانتفاع، وحتى كذلك من حيث تحمل الأعباء. وهنا لا يقصد بمبدأ المساواة المطلقة والتامة بين جميع المواطنين، ولكن المساواة بين الأفراد اللي كتوفر فيهم الشروط اللي قررها المرفق العام لإمكانية الاستفادة من خدماته هي المقصود. بمعنى أنه مثلا نعطي مثال، الدولة كتقول أو الدستور كيقول بأنه من بين الأمور التي ينبغي أن تطلع بها المرافق العمومية هو استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة. إذا قلنا على قدم مساواة ومساواة مطلقة، فأي واحد عنده مثلا عنده عن أي واحد يعني بغى يتوظف نقدروا نوظفوه في السلم 11 واخا ما عندوش الدبلوم. هذه هي المساواة المطلقة. هذه المساواة ماشي اللي كنتكلموا عليها هنايا، حنا كنتكلموا على المساواة النسبية، بمعنى مساواة في الشروط. ينبغي أن تكون هناك مساواة في الشروط حتى يتم الاستفادة، بمعنى أنه راه المساواة بين من هنا لولوج منصب متصرف من الدرجة الثانية، لبلوغ يعني لولوج منصب متصرف من الدرجة الثانية، غادي تكون المساواة بين المترشحين الذين لهم الشروط القانونية لولوج هذا المنصب، من بينها الحصول على شهادة ديال الماستر أو ما يعادلها. إذن هذه مساواة هي مساواة نسبية، فلا يعتبر بطبيعة الحال هنايا إخلال بأن بهذا المبدأ عدم استفادة غير متوفرين على الشروط الضرورية لإمكانية الاستفادة من خدماته، ولا يتنافى كذلك مع مبدأ المساواة اختلاف الشروط اللي كيقررها المرفق تبعا لاختلاف المراكز والظروف. مبدأ المساواة تعتبر موجود ومحترم، ولو أنه ما كانش هناك واحد التفرقة بين فئتين، ولو كان ذلك في تقديم خدمة نفسية، على اعتبار أن التفرقة تعود فقط إلى اعتبارات مجردة قد تتعلق باختلاف المكان أو بنوع الخدمة أو الظروف أو الخاصة ببعض الأفراد. مثلا
تقديم خدمة الكهرباء، غادي يلقاو انها الاسعار ديالها تختلف من مكان الى اخر. فالاسعار بالعالم القروي كتختلف على اسعار المدن، ولا وهذا لا يخل بمبدأ المساواة، لأن الجميع متساوون بظروفهم نفسها في التمتع بخدمة مماثلة. أما ما يتعلق بنوع الخدمة، فالمنتفع مثلا من مرفق النقل يعامل على حسب نوع الخدمة المقدمة. إذا مشينا مثلا القطار، فغادي يلقاو واحد الركاب كيركبوه في الدرجة الأولى، ولكن غادي يديو مبلغ أكبر من ركاب آخرين متواجدين في الدرجة الثانية، وهذا لا يخل بمبدأ المساواة. مبدأ المساواة كذلك يطبق بالنسبة للمرتفقين الموجودين في نفس المركز وفي نفس الظروف، واللي كتطبق عليهم نفس الأنظمة القانونية الخاصة بالاستفادة من خدمات المرافق العمومية. ومبدأ المساواة لا يتعارض مع استفادة بعض الفئات الاجتماعية من بعض المزايا دون غيرهم، وذلك استنادا إلى نصوص قانونية عامة ولغرض المصلحة العامة، بحال مثلا الإعفاء من الرسوم القضائية بالنسبة للمتقاضين المعوزين، الإعفاء من الرسوم الدراسية مثلا بالنسبة للطلبة غير الميسورين أو المتفوقين، تخفيض مثلا رسوم النقل بالنسبة للطلبة، سماح المتقاعدين مثلا بالانتفاع من بعض الخدمات مجانا. فهذا فيما يخص مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية. نمر الآن إلى مبدأ ثاني، وهو من المبادئ التي تحكم المرافق أو تحكم سير المرافق العمومية، ويتعلق الأمر بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، أو ما يصطلح عليه بمبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد. فالمرافق العمومية ينبغي أن تقدم خدماتها لفائدة المواطنين دون توقف. لماذا؟ لأنها إذا توقفت عن تسديد تلك الخدمات أو عن إسداء تلك الخدمات، فإن ذلك سينجم عنه مجموعة من الآثار السلبية التي يصعب تفاديها، على اعتبار أن التوقف دائما سيؤدي إلى تعطيل مصالح الأفراد ووقوع اضطراب في المجتمع، وفي بعض الأحيان وقوع إخلال بالنظام العام. لذلك فالضرورة تقتضي أن يتم مواصلة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد في تقديم خدماته، وذلك كيفما كانت الصعوبات. ولكن هذا المبدأ لا يطبق بصفة مطلقة، فلا يعني أن المرافق العامة يجب أن تشتغل في كل وقت وطيلة أيام الأسبوع. هناك نسبية في تطبيق هذا المبدأ، إذ يختلف طابع الإلزام من مرفق إلى آخر. لذلك فالاستمرارية تتحدد في كل حالة حسب القواعد المنظمة للمرفق. ويتنافى يعني
مبدأ استمرارية المرفق العام مع تضرع السلطة العامة بوجود صعوبات مالية أو إدارية للامتناع عن ضمان تقديم خدمات للمرتفقين. فالمرفق العام ولو كان تجاريا أو صناعيا فهو لا يهدف الحصول على الأرباح كما هو الشأن بالنسبة للمقاولات، بل تحقيق النفع العام. وإذا كانت الضرورة تدعو إلى تنظيم المرافق العامة وفق معايير المردودية، فهذا لا يمكن أن يبرر تعطيل نشاط المرفق لمجرد ظهور عجز في تدبير شؤونه. لذلك يتوجب على السلطة الإدارية أن تعيد تنظيم المرفق على أساس هذه القواعد الجديدة، مع التشبث بإرضاء حاجة الصالح العام. مثلا إغلاق طريق عمومية بان فيها واحد العجز في الاستعمال ديالها لا يكون مبررا إلا إذا وضع رهن إشارة المرتفقين وسائل نقل بديلة، كما ينبغي أن تراعي السلطات العمومية ضمان الاستمرارية خلال محاولات الإصلاح التي تباشرها تجاه المرافق. الفصل 154 من الدستور جاء فيه بأن تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. فهذه أول مرة كيتم فيها تكريس هذا المبدأ الكلاسيكي في الدستور، واللي بمقتضاه كيتعين على المرافق العمومية تقديم الخدمات اللازمة دون توقف وفقا للقواعد المنظمة لكل مرفق عمومي باستثناء القوة القاهرة أو الحالات المسموح بها. وهذا المبدأ يعني كيتعتبر الإطار المرجعي بالنسبة لباقي المبادئ التي تؤطر المرفق العمومي، فهو يعني هنا كيتعتبر المرجع ديال مبدأ المساواة، والمرجع كذلك لقابلية المرافق العمومية للتعديل والتغيير. إذن هذا المبدأ ينبغي الإشارة كذلك أنه تم ابتداعه من طرف مجلس الدولة الفرنسي، وعملت بعد ذلك مختلف التشريعات على ترتيب مجموعة من النتائج التي تفترض وجوده. إذن هذا مبدأ استمرار المرفق العمومي كترتبط به مجموعة من النظريات تهم على الخصوص العقد الإداري، بحال نظرية الظروف الطارئة وقانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بتنظيم الاستقالة ونظرية الموظف الفعلي. لكن التطبيق الأساسي لمبدأ استمرارية المرفق العمومي يهم الحق في الإضراب. بالنسبة لحق الإضراب أو قاعدة تحريم الإضراب على العاملين في المرافق العمومية، فالإضراب هو كل توقف جماعي عن العمل بصفة مدبرة لمدة من الزمن هدفه الضغط على المشرع حتى يستجيب لمطالب نقابية. ودون أن تنصرف نية المضربين
إلى التخلي عن وظائفهم بشكل نهائي. فالإضراب بصورته الجماعية يهدد قاعدة سير المرافق العمومية، وهو ما أدى إلى تحريمه أو تنظيمه بشكل يكفل حقوق العاملين وكذلك حقوق المنتفعين من خدمات المرافق العمومية. فرنسا مثلا كان مجلس الدولة سباقا إلى تحريم الإضراب في القرار ديالو 1909 قضية وينكل، وجاء في إحدى الحيثيات ديال هذا القرار أن الموظفين ملي كيشاركوا في الإضراب ما ارتكبوش خطأ فردي، ولكن وضعوا لنفوسهم بهذا العمل الجماعي خارج نطاق القوانين والمراسيم الصادرة بقصد ضمان ممارستهم للحقوق التي تتولد بالنسبة لهم عن عقد القانون العام الذي يربطهم بالإدارة. ولكن ثمة تطور هام عندما نص دستور الجمهورية الرابعة سنة 1946 في ديباجاته على أن حق الإضراب يمارس في حدود القانون، وهو اللي جعل مجلس الدولة الفرنسي كيعدل المواقف ديالو السابقة من خلال القرار ديالو الصادر في 1950 قضية ديهان، واللي اعترف فيه الموظفين بحق الإضراب ووضع بعض القواعد التي تنظمه والمتمثلة في أن الإضراب لم يعد محرما كقاعدة عامة، وأنه المشرع والسلطة التنفيذية يجوز أن تحرمه على بعض العاملين في بعض المرافق العامة الحيوية بحال الشرطة بحال الجنود بحال حراس السجون، أنه يجوز تقييد ممارسة الإضراب ببعض القيود والإجراءات كالإعلان المسبق عن الإضراب وأسبابه ومدته ب5 أيام كاملة على الأقل، ومنع احتلال أماكن العمل والتعرض للعاملين غير المضربين، كذلك تحريم الإضراب السياسي والإضرابات الدائرية أو المتتابعة. أنه يجوز للإدارة أنها تفرض التجنيد العسكري على بعض العاملين اللازمين لاستمرارية المرافق العامة الحيوية. أن استعمال الإدارة السلطات السابقة مشروط بضرورة سير المرافق العامة بانتظام تحت رقابة القضاء. بالنسبة للمغرب، يعني يمكننا ندرسو مبدأ الاستمرارية وحق الإضراب من خلال التطور اللي عرفوه في هذا المجال. قبل من دستور 62 كان الإضراب محرم بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم 58، واللي نص على أن كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم القيادة بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه خارج الضمانات التأديبية. ونص كذلك على أنه يمكن معاقبة جميع الموظفين عن كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وعن كل عمل جماعي موصوف بالعصيان خارج الضمانات التأديبية، بمعنى أنه الإضراب كان ممنوعا وكل شخص يعني قام بالإضراب فإن ذلك يعتبر بمثابة عمل مدبر، ويجعل هذا الموظف يعني لا يتخلى أو لا يستفيد عند معاقبته من الضمانات التأديبية المخولة قانونا. هنايا كاينة مجموعة ديال
مجموعة ديال الأحكام القضائية اللي صدرت في هذا الباب. مع صدور دستور 1962 نص الفصل 14 منه على أن حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الإضراب أو ممارسة هذا الحق. ولكن مع صدور الدستور في وقت لاحق المرسوم 58 بقات الإدارة المغربية متشبتة بمقتضيات المرسوم، لأنه ملائم لاستمرارية المرفق العام، وهو اللي كرسو مثلا قضاء محكمة النقد المجلس الأعلى سابقا في مجموعة من القضايا أهمها كما قلت القرار ديال 25 أبريل 1984، قضية إدريس نيدا اللي جا فيه الفصل 5 من مرسوم 58 المتعلق بممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين، واللي كيطبق على هذه النازلة، ينص على أن كل توقف مدبر عن العمل وكل عمل جماعي مخالف لقواعد الانضباط يعاقب عليه دون مراعاة للضمانات التأديبية. إذن هذا الاتجاه القضائي يعني يعترف الفصل 5 من المرسوم بقيمة مساوية لنص الدستور، وهو ما يتنافى مع مبدأ تدرج القوانين. ومن جهة أخرى لا يمكن اعتبار النص المذكور بمثابة تدبير للسلطة التنظيمية، بأنه تدبير يمكن للسلطة التنظيمية اتخاذه في غياب القانون التنظيمي المنصوص عليه في الدستور. لأن الدستور شنو قال؟ بأنه سيصدر نص تنظيمي سيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق. إذن في غياب هذا القانون التنظيمي فيبقى يعني هذا الحق يعني مصادرا ومحرما، ولا يمكن للموظفين الاستفادة منه. يعني هذا الفصل 14 من دستور 1962 بقى بنفس الصيغة في دستور 1970 1972 و1996، إلى أن جاء يعني أو جاء دستور 2011 وحافظ كذلك على نفس الصيغة اللي جات في الفصل 14، بحيث أنه نص في الفصل 29 على أن حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. إذن هذا القانون لم يصدر بعد، ولكن موقف الإدارة بشأن الإضراب تغير، بحيث أصبحت تكتفي فقط بالاقتطاعات من أجور المدربين في كثير من الأحيان، وفي كثير من الأحيان كترجع تلك المبالغ المقتطعة. بالنسبة يعني ل بالنسبة ل لموقف المحاكم الإدارية، فالمحاكم الإدارية يمكن تلخيص يمكن تلخيص اتجاهها، وهو أن القاضي الإداري اعتبر أن ممارسة حق الإضراب يجب أن يتم دون تعسف، مقرا بحق الإدارة في تقييد ممارسته حفاظا على استمرارية المرافق العمومية تحت رقابة القضاء. ودور القاضي هو إيجاد توازن بين مبدأ استمرارية المرفق العمومي وحق ممارسة حق الإضراب. إذا القاضي الإداري حاول
من خلال اجتهاداته وضع مجموعة من الضوابط التي ينبغي أن تحكم الإضراب، وهدفه هو ملء ذلك الفراغ التشريعي وتفعيل الدور ديالو الإنشائي لتحديد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار التوفيق بين قاعدة استمرارية المرفق العمومي وحق ممارسة الإضراب. ومن بين هذه القيود اللي سنها المشرع المغربي أو التي أقرها الاجتهاد القضائي، استلزام الإشعار، بمعنى أنه كل من أراد أن يقوم بإضراب لأسباب مهنية يجب أن يتقدم بإشعار للإدارة من أجل اتخاذها لاحتياطاتها الكاملة وتضمن استمرار المرفق العمومي. وينبغي أن يتضمن هذا الإشعار أسباب الإضراب ومدته، ويجب أن يتم خلال أجل معقول على اعتبار يعني أن الإضرابات المفاجئة هي ممنوعة. ينبغي تحديد أسباب الإضراب. فالإضراب هو توقف عن عمل لمدة معينة للاحتجاج على وضعية أو المطالبة بحقوق، وهو وسيلة للمطالبة بمطالب مهنية، ومن ثم لا يمكن استغلاله لأغراض أخرى سياسية مثلا. هو اللي أكدته المحكمة الإدارية بالرباط، حيث جاء في الحكم أنه ينبغي أن يكون الإضراب لأغراض مهنية. ينبغي تحديد السبب يجعل الإدارة على علم به، فيكون بإمكانها دراسة موضوعه وإمكانية مراجعة موقفها منه. ثم ينبغي تحديد مدة الإضراب، بحيث أن خصائص الإضراب هو التوقف عن العمل لمدة محدودة حتى لا يتحول إلى توقف نهائي للمرفق عن أدائه لمهمته. فالاجتهادات القضائية استقرت على أن الإضراب المحترم للقواعد السابقة يبقى مشروعا ولا يشكل خطأ من جانب الموظف، وبالتالي لا يمكن معاقبته من أجل ذلك. و كل إضراب لا يحترم هذه الضوابط يعرض ممارسيه للتأديب والعقوبة. فيما يخص يعني مشروعية الاقتطاع من راتب الموظف الذي يعني تغيب عن العمل دون ترخيص أو يعني ممارسة الإضراب، فكما هو معلوم في المحاسبة العمومية لا ينبغي أن يكون الأداء إلا بعد إنجاز العمل، والموظف لا يستحق الأجر عن مدة توقفه عن العمل لعدم إنجازه لأي خدمة. إذن هذا فيما يخص الإضراب وقاعدة تحريم الإضراب لتنافيه مع مبدأ استمرارية المرفق العمومي. الاستقالة. المشرع المغربي ومن خلال يعني قانون الوظيفة العمومية نظم الاستقالة، وذلك حفاظا على سير المرافق العمومية بانتظام وطراد. ويقصد بالاستقالة إنهاء خدمة الموظف أو العامل بناء على رغبته، أو بصيغة أخرى هي رغبة الموظف في ترك العمل نهائيا وليس بصفة مؤقتة. فالمبدأ هو أن الاستقالة حق
يمكن استعماله في أي وقت، ومن ثم لا ينبغي إرغام الموظف على أداء عمل لا يريده. لكن ما دامت الاستقالة كتأثر في سير المرفق العمومي وفي الأداء ديالو، فالتشريع والقضاء وضع لها مجموعة من الضوابط اللي كتحمي وكتحد من التعسف في استعمال حق الاستقالة، وبالتالي كيدفعنا هذا لطرح تساؤل: ما هي الضوابط التي يعني والإجراءات التي سنها المشرع من أجل تنظيم الاستقالة؟ أولا ينبغي الإشارة إلى أن الاستقالة لا ينبغي على الموظف أن يضع طلب الاستقالة ويغادر مقر عمله، فهذا يعرضه لعقوبة ترك مقر ترك العمل أو مغادرة العمل، وهذا يعني سيؤدي إلى تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. فالمطلوب من الموظف أن ينتظر في مقر وأن يمارس عمله بشكل عادي إلى أن تبث الإدارة في طلبه وتعطيه الموافقة، وآنذاك يمكنه مغادرة العمل. أما إذا لم توافق الإدارة فهو ملزم بضرورة الاستمرار في تنفيذ مهامه. إذن تحت طائلة أن مخالفة الموظف لشروط المنظمة للاستقالة ستعرضه للمساءلة التأديبية. وإذا تمت الاستقالة وفقا لشروطها وقبلتها السلطة المختصة، فهذا يؤدي إلى حذفه من أسلاك الإدارة. الشروط التي وضعها المشرع لتنظيم الاستقالة: أولا، ينبغي أن تكون هذه الاستقالة مكتوبة، وأن يعبر عنها بشكل صريح. الاستقالة الضمنية غير مكتوبة، الاستقالة الضمنية غير المكتوبة غير مقبولة. أن تكون هذه الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط، وأن تكون أن يعني أن لا تكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنتهي بعد، وأن لا يقدم المعني بالأمر طلب الاستقالة تحت تأثير إكراه مادي. ما غاديش يجي الرئيس ديالو ويقول ليه مثلا بزمنك غادي توقع على الاستقالة وتمشي في حالتك. لا، هذا يعتبر غير مقبولا، على اعتبار أن الاستقالة ينبغي أن تكون طواعية من الموظف وبرغبة منه. كذلك ينبغي أن لا يتراجع الموظف مقدم الاستقالة، أن لا يتراجع عن هذه الاستقالة من وقت تقديمها إلى حين قبولها، وأن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله إلى أن تقبل استقالته. كذلك الإدارة
او السلطه المختصه بطبيعه الحال، لان السلطه المختصه هي المعنيه بقبول الاستقاله، هي السلطه المكلفه بتعيين الموظف. فالسلطه المختصه يجب ان تصدر مقررها بالقبول او الرفض في اجل شهر ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة، وأنه في حالة رفض الاستقالة من طرف السلطة المختصة يجوز للموظف أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيها مسببا وتوجهه إلى السلطة المختصة. ولكن هنا الرأي ديال اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء كيبقى غير ملزم للإدارة، على اعتبار أن دورها هو دور استشاري فقط. الموظف يبقى له حق الطعن بالإلغاء في قرار الرفض الصريح والضمني لطلب الاستقالة، وأنه لا يمكن الاعتداد بالاستقالة المقدمة تحت التهديد أو من طرف موظف في حالة مرض نفسي أو تحت إكراه مادي. والاستقالة الجماعية محرمة، وكتعتبر معظم الدول نوع من انواع، ما كتعتبرش الدول نوع من انواع الاضراب، بل تعاقب الموظفين العموميين المستقيلين جماعيا بالعقوبات الجنائية، وذلك لما ترتب من اثار سيئة على المرافق العمومية. الاستقالة الجماعية محرمة، وكتعتبر معظم الدول نوع من انواع الاضراب، وهنا المعنيين بهذه الاستقالة الجماعية يمكن يتعرضوا لعقوبات جنائية. قبول الاستقالة يجعلها نهائية وغير مستدركة، بمعنى لا ينبغي الرجوع فيها. إذا قبول الاستقالة، دابا الآن ملي كتقدم الاستقالة كاين جوج ديال الأمور، إما رفض صريح أو إما قبول الاستقالة والأمر لا يطرح إشكال هنا، أو لا رفض صريح للاستقالة هو الذي يستلزم ضرورة تعليل قرار الرفض، أي تضمين الأسباب الحقيقية. علاش؟ لأنه قرار سلبي طبقا للقرار القانون رقم 03-01 اللي كيلزم بضرورة تعديل القرارات السلبية. أولا رفض ضمني ناتج عن عدم جواب الإدارة داخل مدة الشهر، على اعتبار أن المشرع ولو أنه لم يحدد هنايا مآل سكوت الإدارة وعدم جوابها هل يشكل يعني ذلك واحد القبول أو لا رفض. فبالرجوع للقواعد العامة، كي تعتبر سكوت الإدارة وعدم جوابها على طلبات الأفراد في واحد المدة معينة بمثابة رفض يخول المعنيين إمكانية الطعن فيها بالإلغاء. ثم بعد ذلك هناك، يعني قلنا أن هناك بالنسبة للنتائج المترتبة عن الاعتراف، عن استمرارية، عن مبدأ استمرارية المرافق العمومية، قاعدة تحريم الإضراب، تنظيم الاستقالة حفاظا على استمرارية المرافق العمومية، نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي. بالنسبة لحالة الموظف الفعلي، يقصد به هو ذلك الشخص الذي عين تعيينا معيبا، مثلا تعيين من طرف سلطة غير مختصة، أو لم يصدر قرار تعيينه على الإطلاق. فالمبادئ القانونية العامة تقضي ببطلان مثل هذه القرارات. علاش؟ لأنها مشوبة بعيب عدم الاختصاص الشخصي أو الاختصاص بالسلطة. ولكن القضاء الفرنسي اعتبر بأن الأعمال الصادرة في الأحوال العادية، يعني تعتبر الأعمال الصادرة عن هذا الموظف الفعلي المعين تعيينا معيبا، اعتبر بأن أعمال يعني مشروعة، شريطة أن يكون قرار تعيين المعيب أو المنعدم في الظروف خفيا يتعذر على العامة إدراك سبب بطلانه.
ولكن بغض النظر عن حسن أو سوء النية ديال الموظف الفعلي، وذلك لضمان استقرار المعاملات وحماية الأفراد الذين تعاملوا بحسن نية مع الموظف الفعلي. إذا أي موظف فعلي معين بشكل معيب أو ليس له قرار تعيين والأفراد لم يكونوا على علم بذلك، فإن تعاملاته تعتبر تعاملات مشروعة. القضاء الإداري في الأحوال الاستثنائية اعتبر بأن القرارات الصادرة على الموظف الفعلي تعتبر واستنادا إلى ضرورة سير المرفق العام بانتظار، كما في حالة ظروف مثلا الحروب أو الثورات أو الكوارث الطبيعية. فهذا الظروف هذه ساهمت كتساهم مثلا في اختفاء بعض الموظفين أو لتغيبهم ولا فرارهم في حالة الحرب، فهنا كيحل محلهم كيحلوا أفراد عاديين محلهم، وذلك استمرارا لسير المرفق العمومي. فالأعمال هنايا فالتطبيق يعني نظرية الموظف الفعلي في الأحوال الاستثنائية كيختلف عليه في الأحوال العادية. ففي الأحوال الاستثنائية كيتعاملوا معاه الأفراد كأنه يعني هذا الموظف الفعلي كيتعاملوا معاه كأنه يعني كأنه موظف، ولكن في الأحوال العادية يعتقدون بأنه موظف رسمي، هو رغم غير موظف ليس بموظفا رسميا، يعني أنه موظف في الأحوال العادية كيعتقدوا الناس بأن هذاك الشخص راه موظف عادي وأن التعيين ديالو سليم وأنه تقلد الوظيفة بشكل قانوني، ولكن الأمر ليس كذلك. فالأعمال التي يقوم بها للإدارة تفتقد للأساس القانوني، ورغم ذلك فإن المشرع قد اعتبر هذه الأعمال صحيحا. علاش؟ حفاظا على استمرار سير المرافق العمومية، واللي هي شرط أساسي وضروري للحفاظ على مصالح المرتفقين الذين تعاملوا مع الإدارة بدون أدنى علم بوضعية الموظف الفعلي الذي تصدر عنه هذه الأعمال. وهذه الحالة تأخذ مجموعة من الأشكال. حالة انعدام التعيين، شخص ما عنده كاع تعيين وما عنده حتى شي علاقة قانونية كتربطه مع الإدارة. حالة التعيين الباطل، مثلا ملي يكون في القرار ديال التعيين ديال هذا الموظف، هذا هو التعيين كاين ولكن فيه مجموعة من العيوب الشكلية، مثلا فيه مجموعة ديال يعني تختل فيه أركان القرار الإداري. أو لحالة التمادي غير المشروع، هو حالة الموظف اللي كتم الإحالة ديالو على التقاعد ومع ذلك يستمر في ممارسة وظيفته. فالتصرفات يعني صادرة عن هؤلاء الموظفين قد تبدو صحيحة خلال فترة ممارستها، ولكن التطبيق الدقيق للقواعد الشرعية يقضي بعدم الاعتراف بصحتها، ولقد بنى الاجتهاد القضائي صحتها على أساس الحفاظ على مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، واستنادا إلى نظرية فكرة الظاهر حماية المواطنين الذين تعاملوا بحسن نية. علاش؟ لأن الاستثناء شرع لمصلحة الجمهور، وكتسمى النظرية في هذه الأحوال بنظرية الموظف الظاهر. إذا خلاصة ديال نظرية الموظف الفعلي ولا الواقعي هو واحد الموظف اللي تعين تعيينا معيبا أو ليس له تعيين، وبدا كيمارس واحد مجموعة ديال المهام. ملي بدا كيمارسها يعني ارتبت واحد الآثار قانونية. هاد الأعمال اللي قام بها ارتبت آثار قانونية، واش هي تعتبر يعني أعمال مشروعة؟ القضاء اعتبر بأن هذه الأعمال هي أعمال صحيحة، أعمال يعني تأخذ قوتها كباقي
أعمال الموظفين الآخرين. مبدأ آخر، أو لا، نظرية أخرى، وهي التي تدخل في إطار الاستثناءات الواردة على مبدأ سير المرفق العمومي، أو لا، مجموعة القواعد الأخرى الناتجة عن استمرار المرفق العمومي، وهي نظرية الظروف الطارئة. ومفادها أن يعني نظرية الظروف الطارئة ترتبط بتنفيذ العقود الإدارية، وتظهر خلال تنفيذ عقد إداري قد تظهر يعني خلال تنفيذ عقد إداري ظروف مرهقة للطرف المتعاقد مع الإدارة، فتكون هذه الإدارة هنا مضطرة للتدخل. لماذا؟ لدفع التعويض أو تعديل شروط العقد لمواصلة استمرار المتعاقد مع الإدارة لتنفيذ العقد ضمانا لمبدأ سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد. القضاء الفرنسي طبق هذه النظرية في أول مرة في قضية غاز بوردو والمتعلقة بعقد الامتياز بين مدينة بوردو وبين الشركة العامة لإنارة مدينة بوردو. هذه القضية كتلخص الوقائع ديالها، أن الشركة كانت كتوفر على امتياز تزويد مدينة بوردو بالغاز والكهرباء، كانت متفقة مع البلدية أنها تزودها بالغاز والكهرباء. ولكن من ارتفعت أسعار الفحم نتيجة الحرب العالمية الأولى، أصبح التنفيذ ديال هذا العقد أمرا مرهقا للشركة، بحيث أنها ولات كتكبد خسائر في يعني نقل الغاز من مكانه الأصلي إلى مدينة بوردو. إذن الشركة أصبحت مضرة من الاستمرار في تنفيذ العقد، والإدارة هنايا رفضت تعديل العقد وتعويض الشركة على هذه الخسائر هذه وعلى الضرر اللي لحقها. ولكن القاضي الإداري في مجلس الدولة الفرنسي أقر بضرورة تعويض الإدارة للملتزم بالقدر اللازم لمواجهة الظروف الطارئة، ووضع لذلك مجموعة من الشروط. الشرط الأول، وهو ينبغي أن يصبح تنفيذ العقد مهددا لحتى يتم تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ينبغي أن يصبح تنفيذ العقد مهددا للمتعاقد بخسائر دون أن تجعله مستحيلا. يعني مستحيلا هنا يعني كنتكلم على مستحيل، معناها كندخلو في القوة القاهرة، كندخلو في عدم إمكانية المتعاقد الاستمرار، يكون المتعاقد أمام استحالة تنفيذ العقد. فنظرية الظروف الطارئة لا ترتبط باستحالة تنفيذ العقد، ولكن ترتبط بعسر تنفيذ العقد. يعني كيولي من الصعب على المتعاقد أنه يبقى مستمر في تنفيذ العقد وفق شروط العقد. أن ينتج يعني عن ذلك عن أن ينتج ذلك عن حوادث غير عادية وغير متوقعة عند إبرام العقد، بحال دابا الحرب أو الجفاف أو الفيضانات، وأن تؤدي هذه الظروف إلى قلب التوازن المالي للعقد رأسا على عقب. استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد سيؤدي إلى قلب التوازن المالي للعقد، بحيث أنه غادي يولي لا 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 المتعاقد غادي يولي خاسر في الاستمرار في تنفيذ العقد، والإدارة لن تتكبد أي خسائر. فبالتالي هذه العملية هذه تؤدي إلى قلب موازين العقد. وينبغي أن لا يكون لأحد المتعاقدين دور في حدوث الظرف الطارئ.
قاعدة منع أو تحريم الحجز على أموال المرفق العام، ويقتضي هذا المبدأ عدم الحجز على أمواله، فخلافا للقاعدة العامة التي تبيح الحجز على ممتلكات المدين الذي يمتنع عن الوفاء بديونه، لا يمكن مبدئيا الحجز على أموال المرافق العامة والتي تعتمد فيها أو عليها لتلبية الحاجات العامة ذات المصلحة العامة. علاش؟ لأنها تخضع لنظام قانوني يحميها ويجعلها غير قابلة للتفويت والتملك والتقادم أو التملك بالتقادم. فهي تخضع لنظام قانوني يحميها ويجعلها غير قابلة للتفويت كما قلت، غير قابلة لفرض حق عيني تبعي عليها بحال الرهن مثلا. كيتمنع الحجز كذلك عليها لأن الحجز على أموال أشخاص القانون العام يؤدي إلى تعطيل خدمات تلك المرافق ويهددها بالتوقف والانقطاع، وهذا ما يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العمومي. تحريم الحجز على أموال المرافق العام يهم بالأساس أسلوب الاستغلال المباشر، ولكن المرافق العامة اللي كتدار عن طريق المؤسسة العمومية واللي كتمتع بالاستقلال المالي والإداري عند الدولة، فالفقه يرى بجواز الحجز على أموالها. علاش؟ لأن الدولة بمنحها تلك المرافق الشخصية المعنوية أرادت أن تمنحها قدرا من الاستقلال في التعامل وتحمل المسؤولية المالية. غير هو هنا ينبغي التمييز بين بالنسبة لهذه المرافق العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية، ينبغي التمييز بين أموال العامة المخصصة لتسيير المرفق العمومي وهذه لا ينبغي الحجز عليها، في حين أن الأموال الخاصة المتعلقة بالمرفق العمومي هذه الأموال يجوز الحجز عليها لأنها لا يترتب عنها تعطيل المرفق العمومي، ولا يترتب على الحجز على ممارسة الحجز عليها لا يترتب على الحجز عليها تعطيل المرفق العمومي أو توقفه عن تقديم تلك الخدمات. فهنا يكين حكم كاين واحد الامر استعجالي صادر على المحكمه الاداريه بالدار البيضاء في 2004، اللي اعتبر فيه القضاء ان مبدا عدم قابليه الاموال العموميه للحجز لا يمكن الاخذ به بصفه مطلقه بحجه انه لا يوجد اي خطر يهدد الدين المحكوم به والذي وقع الحجز بسببه. اذا هنايا القضاء المغربي حدد نطاق مبدأ دوام المرافق ودوام سير المرافق العمومية بالانتظام والطيران، وكذلك النتائج المترتبة عنها سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للمتعاقدين معها أو العاملين بها، ولا يتوانى القضاء في ترتيب المسؤولية على كل إخلال بهذا المبدأ، خاصة إذا ما نتج عن ذلك أضرار وتسبب ذلك في تأخر أو توقف المرفق العمومي عن إسداء الخدمات لفائدة المرتفقين. إذا هذا فيما يخص مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام وطيران. ثم مبدأ آخر هو مبدأ قابلية المرفق العمومي للتعديل والتغيير. فبمقتضى هذا المبدأ يمكن للسلطة العامة التدخل في أي وقت لتعديل القواعد التي تحكم المرفق حتى تكون مسايرة للظروف.
الاقتصادية والاجتماعية المتطورة، ولكن دائما في إطار تحقيق المصلحة العامة. فالإدارة هنا تتمتع بالسلطة التقديرية في اختيار أو اتخاذ أي إجراء يمكن من تعديل تنظيم المرفق. فالإدارة مثلا يمكن تأخذ اليوم بطريقة الاستغلال المباشر، غدا ممكن أنها تأخذ بطريقة المؤسسة العمومية ولا بشركة الاقتصاد المختلط، وعندها الحق أنها تفرض الرسوم على الانتفاع وتشدد في الشروط المتطلبة للالتحاق بالمرفق في الالتحاق بالعمل في المرفق العمومي. إذا الإدارة عندها سلطة تقديرية، والحق ديالها في ذلك هو غير مقيد. وغير مقيد ولا يحتاج إلى نص يسمح بذلك مباشرة. كذلك الإدارة الآن مثلا يمكن تعدل في الخدمات وتعدل في الأسعار ديال الخدمة، دائما حفاظا على مبدأ قابلية المرفق للتغيير والتطوير. فخذ مثلا الآن بالأمس كنا كنمشيو في قطارات اللي هي عادية، الآن نتحدث عن قطارات فائقة السرعة. كنا كنتكلموا على أعمال مادية ومساطر مادية، الآن أصبحنا نتكلم عن مساطر إلكترونية في إطار إطار خدمات يعني تقدم من طرف هذه المرافق عن بعد. إذا كل هذه الخدمات المقدمة والتي تعرف نوعا من التطوير، نوعا من التغيير من أجل تكييف المرفق العمومي مع متطلبات الحاجات اليومية وفقا لما تقتضيه يعني ظروف هذا التغيير. فالإدارة لها الحق في استعمال في يعني إعمال هذا المبدأ كيفما شاءت وكما أرادت، شريطة أن تجعل يعني هذا التسيير أو هذا التغيير هذا في خدمة المواطن وتجويد الخدمة وتحسينها. وهذا ما يعني ما دفع المشرع إلى دسترة المبادئ الحديثة للمرافق العمومية، وهي ما سيتم التطرق إليه في الحصة القادمة بحول الله. إذا الحصة القادمة ستتعلق بالمبادئ الحديثة لتسيير المرافق العمومية، أو وهي التي حاول المشرع المغربي مشرع الدستوري أن يسنها من أجل من في دس أو يتم التنصيص عليها في الدستور من أجل إعطائها قوة ملزمة لفائدة العاملين بهذه المرافق. إذن شكرا على حسن تتبعكم، وأضرب لكم موعدا في الحصة المقبلة بحول الله.